مروان. بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على سيدي وحبيبي محمد صلى الله وسلامه عليه، النبي الذي تفتتح به الكتب وتستنير به العقول. اللهم صل عليك يا سيد البشرية يا رسول الله. طلاب الممتحنين الشهادة الثانوية، السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. نواصل في مادة الجغرافيا والدراسات البيئية حتى إن شاء الله نكتب من الموفقين في هذا العام لكل طالب ممتحن ولكل أسرة إن شاء الله. نواصل في الجغرافيا الاقتصادية ونتناول عنوان الدرس رقم 2، الانتاج الزراعي. في الانتاج الزراعي اتناول الجغرافيا الزراعية. ولو رد سؤال في امتحان الشهادة السودانية قال الطالب عرف كلمة الجغرافيا الزراعية، شنو يعني كلمة الجغرافيا الزراعية؟ الزراعة يا جماعة باختصار بسهل في الاقتصاد، فبالتالي ممكن اقول الجغرافيا الزراعية فرع من فروع الجغرافيا الاقتصادية. الصناعة برضو جزء من الاقتصاد. طيب ابدأ تعريف الجغرافيا الزراعية. في تعريفة هي فرع من فروع الحياة اللي حنمشي فيها، لأنه دي مزولية الطالب اللي يكون ممتحن الشهادة السودانية. هي فرع من فروع الجغرافيا الاقتصادية. لكن الزراعة هم الأول والأخير قالي وتهتم يا أستاذ وتهتم بالأراضي الزراعية، تهتم بالأراضي الزراعية لأنه هي المقصود الزراعة، تهتم بالأراضي الزراعية. ولكن هناك بعض العوامل التي أصبحت تؤثر في الزراعة. شوف يا أستاذ، أي معلومة في التعريف بتجيب المعلومة اللي بعدها. تحري الحقيقة وترتيب المعلومة مهم جدا للطالب، يعني ما فيش كتابة سهل. فرع من فروع الجغرافيا الاقتصادية ما دام هي زراعة بتهتم بالأراضي الزراعية، هناك عوامل تؤثر في الزراعة. جميل. وتأثير العوامل. العوامل يا تأسس الطبيعية، هناك عوامل طبيعية بتأثر في الزراعة، والبشرية نحن كبشر أيضا بتأثر في الزراعة، والاقتصادية رأس المال، الاقتصادية كرأس المال، والأسواق، كلها عوامل بتأثر وين؟ في الزراعة. فلذلك جاء مصطلح تعريف كلمة الجغرافيا الزراعية، هي فرع من فروع الجغرافيا الاقتصادية، وتهتم بالأراضي الزراعية، وتأثير العامل الطبيعي والبشري والاقتصادي. أستاذ هناك ملحوظة مهمة للطالب. قال الطالب تم تقسيم العالم على الكلام ده كيف؟ تم تقسيم العالم حسب الانتاج الزراعي. تم تقسيم العالم حسب الانتاج الزراعي. لاحظ معي كلمة الانتاج الزراعي الى 3 مجموعات. المجموعة الاولى، خلي الطالب يختطف المعلومة اختطاف. المجموعة الاولى شغل قارات على مستوى العالم، قارات لها فائض في الانتاج. ركز معي شوية يا سيد الوزير، قارات لها فائض في الانتاج. كما يوجد في العالم، لاحظ معي شوية يا سيد الوزير، قارات ذات اكتفاء ذاتي قدرهم بس في الانتاج. المجموعة الثالثة قارات لها نقص في الانتاج الزراعي. ركز معي شوية، الشغل هنا على مستوى العالم مستوى قارات، لانه حلقة بعدين في سؤال برضو فيه تم تقسيم العالم الى 3 مجموعات حسب الوضع الغذائي. برضو قسمت العالم لثلاثة مجموعات، كمان برضو قسمت العالم حسب الانتاج الصناعي الى 3 مجموعات، وقسمت العالم حسب الوضع الغذائي الى 3 مجموعات، وقسمت العالم حسب الانتاج الزراعي الى 3 مجموعات، وقسمت العالم حسب توزيع الاراضي الزراعيه الى 3 مجموعات. فالطالب يركز الـ4 اسئله
أسئلة خطيرة جدا مربوطة متشابكة مع بعضها البعض، حيتم تفسيرها خلال العمل الدراسي. صلى على النبي يا أستاذ. أرجع تاني، تم تقسيم العالم حسب الإنتاج الزراعي إلى ثلاثة مجموعات: قارات لها فايض، لها فايض. مثال لتلك القارات: قارة من يا أستاذ أستراليا، أستراليا، زايد الولايات المتحدة الأمريكية أي أمريكا الشمالية، أختصرها أمريكا الشمالية. اثنين، ذات اكتفاء ذاتي، قارة وحيد على مستوى العالم، أوروبا. فقط الإنتاج بجدية، فقط إنتاج بجدية بكفيها، يا دوب كفاها، إن شاء الله يكفيها أوروبا. ثلاثة، لها نقص ودي معروفة على مستوى العالم، ده اللي احنا منو احنا؟ قارة إفريقيا. قارة إفريقيا، قارة وين؟ آسيا. أستاذ لم تذكر أمريكا الشمالية في كل، أمريكا الجنوبية في كل القارات التي يوجد على السبورة. لا توجد أمريكا الجنوبية في القارات الأولى، أمريكا الشمالية أو أستراليا أو أوروبا أو أفريقيا أو آسيا، لم تذكر معهم أمريكا الجنوبية. ليه يا أستاذ؟ لأن هناك دولة الأرجنتين التي تمتلك أكبر فائض لمحصول القمح على مستوى العالم. أكبر دولة عندها فائض بتاع قمح الأرجنتين. فلذلك كان الشفاعة لأمريكا الجنوبية بأن لا تذكر لا في فائض، لا في اكتفاء ذاتي، لا في نقص. أرجع تاني يا أستاذ لمعلومة مهمة، وهناك عوامل يا أستاذ، وهناك عوامل يا أستاذ، وهناك عوامل يا أستاذ، هناك عوامل تؤثر في الإنتاج الزراعي. امتحان الشهادة السودانية قال الطالب بين العوامل المحددة. شوف الأسئلة كيف بتورد الطالب، طالب يكون ذكي جدا، دي امتحان الجامعة يا أستاذ. بين العوامل المحددة للإنتاج الزراعي، هناك عوامل محددة للإنتاج الزراعي. أها خلاص، بعد دخل شينا في برنامج تاني. عامل بحدد في إنتاج، عامل بقول في إنتاج، عامل بقول إنتاج ما في. أذكر تلك العوامل، أذكر العوامل المحددة للإنتاج الزراعي. واحد يا أستاذ بعد الصلاة على الرسول صلى الله عليه وسلم، عندي يا أستاذ العوامل الطبيعية وإن كان ذكرت في التعريف منتهى البساطة. عوامل طبيعية، اثنين العوامل البشرية، دي كل عوامل بتأثر في الإنتاج الزراعي. ثلاثة العوامل الاقتصادية، كم عامل يا سيد الوزير؟ ثلاثة، عامل طبيعي، عامل بشري، عامل اقتصادي، بحدد الإنتاج الزراعي. ناخذ أولا العوامل الطبيعية. العوامل الطبيعية، الطبيعية المؤثرة على الإنتاج الزراعي. احمد الله، صلى على النبي. الإنتاجات وزراعة صلاة رسول، رسول جاي جلسه من يصلى عليه، صلى عليه، خلي رسول يكون حاضر معك في قرايتك. العوامل الطبيعية المؤثرة أو المحددة للإنتاجات وزراعة. العامل الطبيعي رقم واحد اللي بيقول في زراعة وبيقول زراعة ما فيه دمو يا الله، شكل سطح الأرض. طبعا جماعة في البلد يقول شكل سطح الواطة، شكل سطح هنا الأرض، شكل سطح الأرض عامل ماله طبيعي بيحدد الإنتاج الزراعي. مرات بغير كلمة شكل سطح الأرض بيقول شو يا أستاذ؟ بيقول التضاريس بتأثر على الإنتاج الزراعي. واحد، والتضاريس تعني دراسة شكل سطح الأرض في الامتحان، بس في الكتاب مكتوبة شكل سطح الأرض، امشي الامتحان يا التضاريس. الطالب راسه مالف يقول الأستاذ ادانا تضاريس ما ادانا شكل سطح وين الأرض. خليك بارد، والبرود طريق للميدي يا أستاذ. شكل سطح الأرض عامل طبيعي. سؤال ورد في امتحان الشهادة الثانوية في الحتة دي، شهادة ثانوية 2014، صلى على النبي. قال شنو؟ قال يا أستاذ كيف يؤثر، شو أزول ده كيف، كيف يؤثر شكل سطح الأرض، كيف يؤثر شكل سطح وين الأرض على
على الانتاج الزراعي. كيف يؤثر شكل سطح الارض على الانتاج الزراعي؟ بأسر كيف يؤثر شكل سطح الارض على الانتاج الزراعي؟ من بالاجابه جيم. يؤثر من من خلال العاملين. السؤال ده متروك للطالب المتابع. اذكر العاملين المؤثرات في الانتاج الزراعي. كيف يؤثر شكل سطح الارض على الانتاج الزراعي؟ وريني شكل سطح الارض بيأثر كيف. كيف يؤثر شكل سطح الارض على الانتاج الزراعي؟ سؤال مطروح للطلاب. كيف يؤثر شكل سطح الارض على الانتاج الزراعي؟ كيف بيأثر شكل الارض على الانتاج الزراعي؟ سؤال مكرر للطالب. كيف يؤثر شكل سطح الارض على الانتاج الزراعي؟ كيف؟ فريقك ممتاز. عن طريق الارتفاع عن مستوى سطح البحر. يا سلام. واحد ممتاز. الانحدار برضو ذكر. يا سلام يا سلام. ممتازين في مشاركة في متابعة. حسن حمدان اخر الاجابة دي لترون. اما يا استاذ الاجابة الصحيحة ذكرت عن طريق عاملين. ممتازين. مشاركة فعالة من الطلاب. في ناس خاشين معي بالفورمة كاملة. تابع وصلى على النبي. ألف وين؟ الارتفاع يؤثر والانحدار يؤثر. شكرا يا طلاب. مشاركة صحيحة. إجابة صحيحة. يؤثر من خلال عاملين الارتفاع والانحدار. الارتفاع والانحدار. أهلا. سألتك سؤال في سين واحد. ما أثر الارتفاع؟ أهدينا في الكلام الصح. ما أثر الارتفاع على الإنتاج الزراعي؟ ما أثر الارتفاع على الإنتاج الزراعي؟ ما أثر الارتفاع على الإنتاج الزراعي؟ جيم. دي أنا حضربي عصفورين بحجر. حديك نفس النص المكتوب في كتاب الجغرافي. قال للطالب أكمل. قال للطالب يصحب انخفاض درجة وزيادة. يا سلام. وزيادة ايضا شنو؟ وزيادة ما اثر الارتفاع على الانتاجات الزراعي؟ قال يصاحب الارتفاع انخفاض درجات وين؟ الحرارة. شيء معروف كل ما ارتفعنا الى وين؟ الى اعلى قلت درجة وين؟ الحرارة. كل ما ارتفعنا الى وين؟ اعلى قلت درجة وين؟ الحرارة. شيء الصيف الواحد يقول لك هذا نور فوق. ليه قاعد تنور فوق؟ لانه فوق في هواء. زي ما شايف الجنوبيين مهوين. نور ما مهوين. ليه؟ لانه فوق فوق. يصاحب الارتفاع انخفاض درجة وين؟ الحرارة. وزيادة سرعة وين؟ الرياح. شيء طبيعي مشيت فوق لانه في هواء. وسرعة وين؟ الرياح. وزيادة كمية مياه وين؟ الامطار. صح. حتى هلا ذاتي في البيت يقول لك يا اخي سد الشبابيك سريع. سد الشباك ليه؟ جاي هواء. لانه بعد الهواء بتجي شنو؟ مطر. يبقى يصاحب الارتفاع انخفاض درجات الحرارة وزيادة سرعة الرياح وزيادة كمية مياهين الأمطار. وزيادة كمية مياهين الأمطار. ده سؤال مهم جدا خاص بالارتفاع. أخذ يا أستاذ بقى الانحدار. في الانحدار أخذ شنو يا سيد الوزير؟
اخذ حاجه اسمها الشيعه السيد الوزير، حاجه اسمها الانحدار المثالي. الانحدار يا تو المثالي. ولو جاك سؤال يا استاذ يعني ايه عرف كلمه انحدار مثالي؟ شنو يعني كلمه الانحدار المثالي؟ قال انحدار مثالي يسمح بتصريف، انحدار مثالي يسمح بتصريف شنو؟ المياه الزائدة على التربة. يسمح بتصريف المياه الزائدة على التربة ويكون بين، ويكون بين، أيوة ويكون بين كم يا أستاذ؟ ويكون بين 5/10 إلى 3 درجات. كلام ثبت خلاص. 5/10 إلى 3 درجات بسميه انحدار مثالي. مرة 5/10 دي بيقلل الرقم بيقول شنو؟ نص صح. نص صح، 5/10 صح. يبقى يسمح بتصريف المياه الزايدة على التربة ويكون بين 5/10 إلى 3 درجات. بسميه انحداريته المثالي. سؤال في س1 كيف يقاس؟ ودي خلينا نبرك شديد في امتحان الشهاده السودانيه مكرره كثير. كيف يقاس، كيف يقاس الانحدار المثالي؟ بيقيسوه كيف يا استاذ؟ وريني الانحدار المثالي ده بيقيسوه كيف؟ طيب عين معايا ده، دي نقطه جابها في امتحان 2015. قال للطالب نقط، طبعا في الامتحان قال لي اكمل الاتي. قال لي نقط يسمح بتصريف، شوف الزول ده بيتعامل مع الطالب كيف امتحان الجامعة، بتصريف الزايدة عن ويكون بين إلى درجات ويقل استخدام الزراعية. سؤال ده للطلاب، تابعوا معايا عشان تشاركوا معايا في الهم. استخدام إذا زاد على درجات، يا سلام، ويصعب، يا سلام، ويصعب استخدامها إذا زاد على درجات. صلى على النبي. ده السؤال كيف يقاس الانحدار المثالي، حتلقاه عندك في كتاب الجغرافيا بالنص نفس العبارة دي. أما ده التعريف وده كيف يقاس. ميز بين التعريف وكيف يقاس، ميز بين كلمة التعريف عرف الانحدار المثالي وكيف يقاس الانحدار ياتو المثالي. طيب السؤال مطروح للطلاب، حاول الكلمة الأولى أكمل يا طالب، اشترك معي في الإجابة. نقط يسمح بتصريف، نقط نقط يسمح بتصريف، نقط نقط يسمح بتصريف، نقط ايوه واحد يساهم، نقط يساهم بتصريف نقط. Very good، مراه ممتازه. الانحدار المثالي يسمح بتصريف، ايوه ها ها ها، انحدار مثالي اجابه صحيحه. اسماعيل مرام اجاباتكم صحيحه. تصريف المياه ممتاز ممتاز. الزايد عن المياه الزايد عن عن ها الزايد عن وين؟ الزايد عن ايوه الزايد على التربة ويكون بين
خمسة من عشرة إلى ثلاثة درجات، تمام، ويقل استخدام، ويقل استخدام نقط الزراعية، ويقل استخدام نقط الزراعية، ويقل نقط استخدام وين؟ الآلات ياتا الزراعية. إذا زاد على تمام عبد السلام محمد ممتاز. إذا زاد على في مشاركة في دخول من طلاب بمزاج. إذا زاد على غيره إذا زاد على ثلاثة درجات، إذا زاد على ثلاثة درجات ويصعب استخدامها إذا زاد على سبعة درجات، يبقى يكون بين خمسة من عشرة إلى ثلاثة درجات، يكون بين خمسة من عشرة إلى ثلاثة درجات، يكون بين خمسة من عشرة إلى ثلاثة درجات، ويقل استخدام الآلات الزراعية إذا زاد على ثلاثة درجات، ويصعب استخدامها الهرج على الآلات الزراعية إذا زاد على سبعة درجات، يبقى يكون من خمسة من عشرة إلى ثلاثة درجات، يقل في ثلاثة يضعف في سبعة، يقل في ثلاثة يضعف في سبعة، عبارتين يقل ويصعب، ما بغير لك في الامتحان ذاته خلاف في أي معنى مشطوب إلا الكلمتين دي، يقل ويصعب. أي تفكير خلاف الإجابتين دي إجابة خطأ في وضع الامتحان، فقط لا يقل يا يصعب، ما لأي بديل يا أستاذ. أرجع تاني بعد الصلاة على الرسول صلى الله عليه وسلم، كيف يقاس الانحدار المثالي؟ سؤال، وده سؤال ذكي جدا لكل طالب وفيه هدية. طيب قال الطالب ماذا يترتب على الآتي، هدية حتكون هدية قوية، ماذا يترتب على الآتي؟ ألف انخفاض درجات الحرارة. ماذا يترتب على انخفاض درجات الحرارة؟ اثنين ماذا يترتب على استواء الأرض التام؟ أخطر سؤالين، ده تلخيص الكلام الكورال ده من جيدة كله، تلخيصه في السؤالين دي. ماذا يترتب على انخفاض درجات الحرارة؟ ماذا يترتب على استواء الأرض التام؟ هدية حتكون للطالب المشترك معايا. انخفاض درجة وين؟ الحرارة. ماذا يترتب على انخفاض درجة الحرارة؟ ماذا؟ ممتاز، غرام ممتازة، إجابتك صحيحة، أشرب بارد على حسابك، قول هدية يا أستاذ. انخفاض درجة وين؟ الحرارة. ماذا يترتب على استواء الأرض يا تو؟ التام. في مشاركة فعالة خطيرة جدا. ماذا يترتب على استواء الأرض يا تو؟ التام. سوء صرف المياه. نصرف المياه لا حيكون في سوء يا أستاذ. سوء صرف المياه. سوء صرف المياه. سوء صرف المياه. لا حنقول قصر فص النمو. أيوة إجابتك بدل لا يعلمون جداكم كل ماله ضعيف. في إجابات صحيحة، في ناس شغالة شغل تقيل جدا. ابقى عندي من العوامل ياتا الطبيعية، أخذت شكل سطحين الأرض، أخذ العامل رقم اثنين من العوامل الطبيعية اللي بتأثر، ممتازين في انفعال المناخ، وفي المناخ هأخذ ألف درجات الحرارة، أخذ إيه درجات الحرارة. طيب يا أساس في درجة الحرارة في سؤال لهم شنو؟ صفر النمو. صفر إيه النمو؟ شنو صفر النمو؟ شنو يعني كلمة صفر النمو؟ هو درجة الحرارة المثالية، هو درجة الحرارة المثالية، درجة الحرارة المثالية لنمو كل محصول. يعني أي محصول عنده درجة حرارة معينة بيساعده على النمو بيسميها صفرين
النمو. طيب يبقى من عناصر المناخ اخذت درجات وين؟ الحراره. اخذ بقى شنو؟ كميه مياه الامطار. كميه مياه وين الامطار؟ ودي فيها سؤال تحت العنوان طوالي ورد في امتحان 2003. صلى على النبي يا استاذ، اشتغل معي بادغال شديد، ركز والله احسن انت ركز يا استاذ. والماده الجزئيه الاولى بتاعت الانتاج الزراعي، الانتاج القابي، تصنيف المحاصيل الزراعيه، ثلاث ارباع امتحان الشهاده السودانيه بكل الجزئيه دي. عشان كده لابد تدرس كلمه كلمه في كتاب الجغرافيا. اي كلمه في كتاب الجغرافيا لابد اي استاذ يجيب عليها. وانا عارف انه ما فيش معلم بيقصر في وجه الارض، لان اي معلم قلبه ابيض زي الطباشير تكون رافعه. ارجع تاني، كميه مياه وين؟ الامطار. قال الطالب شنو؟ يتأثر، يتأثر نمو بكمية الأمطار وتوزيعها على مدار ولكل محصول احتياجاته احتياجاته التي تمليه تفرضه تمليه عليه أي تفرضه عليه طبيعة وخصائص الكلام ده لابد يسجل كله وخصائص وظروف السائدة. صلى على النبي. قال يا استاذ يتأثر نمو، مشاركة من الطلاب، يتأثر نمو، يتأثر نمو يتأثر نمو واحد المشاركة يتأثر نمو اها يتأثر نمو يتأثر نمو مشاركة سريع يتأثر نمو النبات ما شاء الله مرام شغال شغل تقيل بكمية بكمية ممكن يقول أمطار وأمطار بكمية 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 بكميات بكمية مياه الأمطار بكمية مياه وين الأمطار بكمية مياه وين الأمطار وتوزيعها على مدار وتوزيعها على مدار ما شاء الله طاهر ومداوة ما شاء الله تبارك الله ما شاء الله مشاركة وتوزيعها على مدار نقط وتوزيعها على مدار نقط على مدار نقط السنة تمام ممتازة السنة ايوه لأن المطرات تيجي كل يوم في مطرات تيجي كل شهر ما كل سنة طالما في امتحان بكتير راح لازم نفسياته على مدار السنة مشاركة وفعالة جدا ناس حرام عبد السلام مبالغة ولكل محصول احتياجياته بدرجة الخطر جدا احتياجياته ولكل محصول احتياجياته ولكل محصول احتياجياته ولكل محصول احتياجياته الله ولكل محصول احتياجياته ولكل محصول احتياجياته احتياجاته المائية طلب الامتحان يقول احتياجاته الخاصة مدرسة هي مش احتياجاته المائية ودي إجابة سليمة مية إسماعيل شرب بارد على حسابك احتياجاته المائية التي تمليه عليه طبيعة طبيعة وين المحصول وخصائص التربة الله الله وظروف
المناخيه يا السائده الطلاب الاعزاء، نلتقي ان شاء الله في بس ماده الجغرافيا والدراسات البيئيه، الموعد الثلاثاء الساعه 6:00 مساء. شكرا جزيلا. بالنسبه للمنهج كما هو منهج السنه المضت نفس منهج السنه دي، ما فيش اي تحورات، ثابت. حتى نشرة من الوزارة لو جات بتجي نفس المنهج، وجات وردت نفس المنهج، ما في جديد، نفس المنهج بتاع العام المضى. شكرا جزيلا. وأخيرا يتحقق الحلم، الآن بات بإمكانك حضور حصص مواد الشهادة السودانية من الغلاف للغلاف مع نخبة من أفضل المعلمين في السودان أونلاين عبر منصة نمبر ون، تراهم ويرونك. كان حلما فخاطرا في احتماله، ثم أضحى حقيقة لا خيالا. الأونلاين عمل من رواعي عقلي، جئناه بعلم لم نجئه ارتجالا. تشبيه البليغ ما حذفت منه. خلي في سؤال تسأل نعم. ويجيبونك. هل عنده صور واحدة ولا أشكال متعددة؟ يعني هل التشبيه البليغ عنده صور متعددة ولا أشكال متعددة؟ صورة واحدة ولا صور كثيرة؟ برضو سؤالك جميل. تتمرن ويمتحنونك. نجد تطبيقات بعدين حنقوم ندربكم على إنه التشبيهات الثلاثة أميز بيناتهم كيف. انت زول ممتاز. فتجد الحل أو يجدون لك الحل. اتصل الآن على الخط الساخن 35 37 واحجز مقعدك. Number one, I don't tell me your fight.